بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فتوافق هذه الأيام ذكرى مرور قرن كامل من الزمان بالحساب الهجري على وفاة الإمام العلامة الحضر المجدد شيخ الإسلام أحمد رضا خان البريلوي الهندي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأستغل هذه المناسبة لذكر بعض مناقب الشيخ وتعريف موجز به وبطريقته رضي الله تعالى عنه وأرضاه الإمام أحمد رضا خان رضي الله عنه نشأ في بيت علم ودين وتلقى على كبار علماء الهند وكان له أثر كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الرجل له أكثر أو ربما قريب من 1000 كتاب ما بين رسالة صغيرة تحل مشكلة من النوازل أو كتاب في مجلدات عديدة كتب في كل مجالات الدين كتب في الحديث كتب في الفقه في الأصول في التفسير في العقيدة في علم الكلام رد على الفرق بأنواعها ولا سيما في تلك المرحلة الحرجة حيث كانت بريطانيا تسيطر على بلاد المسلمين وقد غرست بعض الأديان كالبهائية والقاديانية والوهابية وهذه تختلف من درجة إلى درجة الشيخ رضي الله عنه كان متصديا وكان يقظا ومتنبها لكل هذا فصنف في كل هذه الفرق بل في الجزئيات يكاد يكون في كل شبهة من شبهاتهم صنف رسالة أو كتابا مما يدلنا على سعة علمه وأنه مجدد بعض الناس يتساهل في كلمة مجدد هذه المجدد من هو المجدد؟ رجل من العلماء الصالحين مرضي الاعتقاد مرضي الدين جامع للعلوم نشر فيها وأحياها فعل هذا كله رضي الله عنه فالشيخ جمع وكتب في كل علوم كان محصلا لعلوم كثيرة وكان محققا مدققا مجتهدا أقول مجتهدا نعم بل هو نعم كان مجتهدا ولا سيما في النوازل المسائل التي لم تكن قد طرقت في الزمان الماضي مثلا كتب في الصلاة على الطائرة في الصلاة في الطائرة وهذه من النوازل وله مصنف في هذا كتب في البرك توت الورق النقدي رسالة أظن كان اسمها إيش كفل الفقيه الفاهم في حكم نوط الدراهم وخرجها وبين أحكامها وما يتعلق بها من ربا ومن صرف ومن زكاة إلى ما هنالك وكذلك في مسائل كثيرة جدا جدا ومما يدل على سعة علمه أنه سئل في الحج عن مسألة جزئية ما حكم علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للغيب فصنف مجلدا كاملا في هذا من حفظه ذكر القراءات والأحاديث والأدلة العقلية والنقلية والكلامية وقول الفقهاء كله من حفظه سماها الدولة المكية فرجل بهذا الحجم وبهذا الشأن حقيقة إمام عظيم المذهب الحنفي مر بمراحل عديدة جدا والأكثر يعد الشيخ ابن عابدين رحمه الله هو خاتمة المحققين وهذا حق لأنه جمع أمامه كتب المذهب متون وحواشي وأشياء وكذا وراجعها جميعا ثم حقق ذلك في حاشيته رد المحتار على الدر المختار وهذا كتاب مرجع المرجع الأهم في المذهب الحنفي الشيخ رضي الله عنه الشيخ أحمد رضا خان استدرك عليه فألف جد الممتار على رد المحتار فكان في من القوة بمكان بحيث يستدرك على الإمام ابن عابدين خاتمة المحققين هذا يدل على علو كعبه في العلوم له الفتاوى الرضوية مجلدات كثيرة جدا في هذا له كصنف في علوم شتى رضي الله تعالى عنه وأرضاه الجزئية المسألة اليسيرة هكذا مثلا الوهابيون أنكروا سماع الأموات للأحياء ألف أحياء الموات في حكم سماع الأموات كتاب ضخم هكذا يعني أذكر أني قرأته أيضا قدمت له مقدمة في زمن سابق هل طبع أو لا لا أعلم فالشيخ رحمه الله ورضي الله عنه كان مدرسة بذاته وهنا
هنا يعني أقول الهنود والباكستانيون يعني لديهم تقصير كبير في هذا. حينما يذكر علماء الهند يذكرون أسماء، نعم علماء وصالحون وكذا، لكن أبرز هؤلاء لا يذكر. وهناك تعتيم من قبل بعض الجماعات لا سيما الهندية التي تنحو منحى السلفية، تحاول أن تشوش على الرجل. يعني أذكر بداية معرفتي بالشيخ رضي الله عنه، كنت أستاذا في جامعة دمشق، فتكلمت في محاضرة وقع في يدي كتاب قبل أكثر من 30 سنة لشخص لا أعرف من هو، هندي أو باكستاني، يتكلم عن شيء سماه الطائفة البريلوية. قلت عجيب، يعني ذكر أشياء منكرات ومستبشعات وقبائح وأشياء من هذا القبيل. أنا هكذا ليس عندي علم بالهند وأهلها، ذكرت هذا في محاضرة لي في الجامعة. فجاءني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا من الهند والباكستان، وقالوا لي يعني تعرف الشيخ؟ قلت نعم. طلعت لفلان، قال هذا فلان مجسم معروف. ذهبت للهند الباكستان، قلت لا، إذن كيف تتكلم بهذه الطريقة؟ فأرسلوا لي بعض كتب الشيخ فقرأت وعلمت تبحر الشيخ في العلوم. كذلك الشيخ رضي الله عنه يمتاز بأمرين أساسيين لا بد أن يكون في كل عالم في هذا الزمان. الأول عدم المفاصلة، اتباع منهج أهل السنة والجماعة، هو قادري الطريقة، ما تريدي الاعتقاد، حنفي المذهب، ويقرر هذا بدقة ولا يجامل في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه مزية يحتاجها كل طالب علم في هذا الزمان. القضية الثانية وهي الأهم أو لا تقل أهمية عن هذه، ما رأيت أحدا في الدنيا ممن كتب في هذا العصر يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه كهذا الرجل، وقد أورث مدرسته هذا الأمر. يعني إذا كان أبو سفيان قد قال في يوم من الأيام ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، فأنا أقول والله والله ما رأيت أحدا يحب أحدا من أهل عصرنا هذا كحب الشيخ أحمد رضا ومن سار على نهجه من تلاميذه. ما رأيت أحدا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم سيد المرسلين مثل هذا الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهم مقصرون في تعريف الناس بهذا الإمام الحبر الذي يجب أن تنتشر علومه. هناك مسألة لا بد أن أعرج عليها، وهي كثير من الناس يقول هناك عند البريلوية أخطاء أتباع الشيخ، يفعلون منكرات، يفعلون أشياء كذا. يا أخي، من قال لك إن المتصوف يمثلون التصوف وإن عوام أتباع الشيخ يمثلون منهجه؟ هذا كلام غير مرضي. من قال إن المسلمين الآن يمثلون الإسلام؟ الإسلام أنقى وأرقى. من قال إن أتباع أبي حنيفة اليوم يمثلون الإمام الأعظم؟ هذا إمام كبير، المقياس ما كتب ونشر. أما وجود بعض المخالفات من عوام يتبعها ليس من علماء، العلماء خلطتهم وعرفتهم وأحببناهم في الله وبيننا تواصل، ليسوا على هذا النهج. غاية ما يطالبون الناس بالتمسك بما في كتب أهل السنة والجماعة وأن لا يخرجوا عن معتقد أهل السنة والجماعة. هل هذا فيه مشكلة؟ ويتمسكون بالتصوف لأنه روح الأمة، يتمسكون بالفقه، فقه الإمام الأعظم، هذا فقه الهند وفقه معظم المسلمين، وبعقيدة الإمام الماتريدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه مزيدا من الرحمات والإنعام، ونسأل المولى جل جلاله أن يعلي مقامه وأن يرفع شأنه وأن يقر عيون سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام به، وأن يجمعنا به مع العافية تحت ظل عرش الله جل جلاله يوم لا ظل إلا ظله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.